في ركنيه باليد لصالح عناصر منتخب زيمبابوي. اسماعيل بن ناصر خرجها وراح سعيد بن رحمه من هنالك على الجهه اليسرى. سعيد ينتظر المسانده. وينو دولور سعيد ما زال عنده الكره الان، يغير تماما بروعه في اتجاه رياض محرز. راقب الكره. اوه دو 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 رياض 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 اوبا بابو لا لا اوبا بابا با جول عبث بهم رياض. يا سلام